السلام عليكم، ومعكم سيراي. طبعا اليوم من شوي الساعة 10 بتوقيت السعودية صار حدث جديد في فورتنايت، وهو حدث ملك الجليد أو العاصفة الثلجية. واللي صار أن ملك الجليد طلع من الكرة اللي كان فيها وسبب عاصفة قوية على فورتنايت، وهالشي خلى الماب كله يتغطى بالثلج. ولو لاحظتوا بعد العاصفة على طول طلعت تحديات جديدة، ولو خلصت راح تاخذ جوائز، وكل 24 ساعة تطلع تحديات وتتغير. وعلى فكرة بيكون في جائزتين بس والباقي اكس بي. في 13 تحدي، ولو خلصت 6 راح تاخذ اللون المميز اللي تشوفه قدامكم، ولو خلصت التحديات 13 كل التحديات راح تاخذ المظلة الخطيرة هذه. صراحة اشوفها تستاهل، ويلا خلونا نشرح التحديات. وبيكون معنا 3 تحديات بالاجمال، والتحدي الاول هو تحدي لون، ويقول لك خلص 6 تحديات عشان تاخذ هذا اللون. لذا ايوه ما يخطنا فيه. التحدي الثاني مطلوب منك تقتل 250 وحش من وحوش الجليد. تحدي سهل ومباشر. وحوش الجليد تلاقيهم بشكل عشوائي حول الماب، او ممكن تروح لعند مناطق الشادو القديمه. المهم خذ لك لفه في الماب، ولما تلاقي وحوش الجليد اقتل 250 وراح تخلص التحدي، وراح تاخذ 500 اكس بي. التحدي الثالث والاخير لليوم، قم باحداث ضرر او تدميج مستعمرات وحوش الجليد باستخدام الاسلحه المتفجره باجمالي 5000 مستعمرات، يعني بيوت وحوش الجليد اللي تشوفوها قدامكم، وهي قطعه الجليد العملاقه اللي يطلع منها الوحوش. لازم تدمجها بس باستخدام المتفجرات فقط، يعني القنابل او الار بي جي واللانشر، اي شيء من المتفجرات دمج فيه قطع الجليد هذه لين ما تجمع 5000 دمج، وكذا تكون خلصت التحدي بشكل كامل، وكما راح تاخذ 500 اكس بي. وهذا مقطعنا اليوم، لا تنسوا اللايك والاشتراك طبعا، لاني راح انشر كل التحديات الجايه ان شاء الله وبشرح واضح ومنظم. اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامه.